بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعضينا كيكة البرتقال بس بطريقة مختلفة، هنحط عليها جيلي، يعني كيكة جيلي البرتقال وكيكة البرتقال العادية. شايفين شكلها جميل وتحفة، شايفين تحفة يا جماعة، مش قادرة اقول لكم بقى، وهشة بقى وايه، يعني مش قادرة اقول لكم حاجة. هتسلينا هتسلينا. كيكة الجيلي دي برضو جديدة وجميلة جدا، هيحبوها الولاد، واحنا عارفين طبعا هما بيحبوا التغيير. هنعملها ان شاء الله بمقادير بسيطة وحاجات سهلة هتخليكي تعمليها على طول. بس قبل ما نروح نشوف الطريقة والمقادير، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ ام باسل. يلا بينا مع بعضينا نشوف كيكة الجيلي البرتقال وكيكة البرتقال اللذيذة دي بتتعمل ازاي. يلا بينا. مقاديرنا النهارده عندي 3 بيضات، كوبايه ونص سكر او كوبايه الا ربع، يعني كوبايتين الا ربع على حسب البرتقال بتاعي اذا كان حادق او نص نص. فانا حاطه هنا كوبايتين الا ربع سكر، كوبايه برتقال، عندي كوبايتين ونص دقيق، عندي كوبايه زبده الا معلقه، حاطه عليها مكعبين زبده صغيرين زي ما انتم شايفين كده، ورشه ملح وبيكنج باودر وفانيليا. بس كده مبدئيا هنقول بسم الله، وهحط الفانيليا على البيض تمام كده، وهحط عليهم السكر وهبتدي هضربهم كويس لغايه ما اللون عندي يبقى فاتح. يلا حبايبي بصوا، شوف السكر والبيض عندي بقى لونه كريمي ازاي واتضرب كويس. بعد كده هقول بسم الله واحط الزيت ومكعبين الزبده بتوعي، يعني مكعبين الزبده بمقام معلقه، معلقه زبده تمام، وابتدي برضو ايه هضربهم كويس تمام كده. بعد كده اخر حاجه هنحط كوبايه البرتقال بتاعتنا اهي، ونضرب برضو الخليط بتاعنا كويس، وبعد كده نيجي نكمل كده. تمام حبايبي خلاص بتاعت عندي المهمه بتاعت الخلاط. هنبتدي بقى نشوف باقي المكونات بتاعتنا. بس الاول افضي الخليط بتاعي هنا كده، شايفينه ما شاء الله لونه جميل ازاي. تمام افضيه كويس تمام كده، تمام وزي الفل يا ام باسل. هبتدي بقى هحط البيكنج باودر، كيس البيكنج باودر كله على الخليط بتاعي كده، واحط رشه الملح بتاعتي وهقلب الخليط ده كله على بعض كده، وهبتدي هضيف الدقيق بتاعي او المواد الجافه على المواد السائله شويه شويه، ونقلبها بمضرب بسم الله في اتجاه واحد طبعا، واحنا بنقلب شويه بشويه هضيف الخليط لغاية ما كمية الدقيق عندي كلها تخلص اهو كده. تمام حبايبي خلصت كل كمية الدقيق وقلبتها كده في اتجاه واحد من تحت لفوق كده، وتأكد اني مفيش دقيق خلاص ما اندمجش مع المكونات بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين اهو. تمام كده عندي الصينية بتاعتي مبطناها بالسمنه والدقيق اهو زي ما انتم شايفين. لو عايزه اقول لكم على حاجه، لو انتم حابين ان انتم تحطوا بشر برتقال حطوا زي ما انتم عايزين، يعني ده حاجه اختياري. هحط نص القالب بتاعي او الصينيه بتاعتي علشان ادي مساحه للكيكه بتاعتي ان هي ايه ترتفع. تمام عندي قالب تاني اهو، هحط فيه باقي الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده اهو تمام كده. كده خلاص حبايبي فضيت الخليط بتاعي، انا مشغله الفرن بتاعي على 180، هنحطه على الشبكه وان شاء الله لما يطلع نشوف هنكمل وهنعمل ايه. حبايبي الكيكه بتاعتي خلصت وانا سايباها تبرد. دلوقتي اول ما تبرد الكيكه هعمل ايه؟ عندي باكو جيلي برتقال تمام اهو، اي نوع انت بتفضليه
هروح مفضيه باكل جيلي حاجه كده، واحط عليه كوبايه ميه سخنه تمام ومغليه، وهقلبه اهو. ممكن نحط نص كوبايه كمان، هو المفروض كوبايتين بس انا يعني انا عايزه عايزاه تقيل مش عايزاه خفيف. احط نص كوبايه ميه كمان عليه اهو تمام، وهدوبه كده وهسيبه لما يبرد، يعني مش هسيبه يجمد خالص، لا هسيبه بره مش هحطه في التلاجة، لما يبرد هنشوفه هيبقى عامل ازاي عشان نشوف هنكمل الكيكه بتاعتنا ونعمل فيها ايه. اهي الكيكه بتاعتي يا حبايبي سخنه طبعا، هعمل ايه؟ هقلبها وهسيبها لما تبرد خالص براحتها اهو. بصوا قدامكم اهي بتتقلب بكل سهوله، مفيهاش اي مشكله خالص تمام. هنسيبها لما تبرد خالص وبعدين هنيجي نشوف هنعمل فيها ايه. اهو شايفين شكلها، خليكم معايا. دلوقتي حبايبي جينا لاخر مرحله في الكيكه بتاعتي، زي ما انتم شايفينها اهي بردت ونفشه كده وهشه وجميله. انا عندي الجيلي بتاعي اللي احنا عملناه مع بعض، هسيبه يتقل بس مش قوي يعني ما يجمدش. شايفين هو عامل ازاي؟ علشان انا سبته للدرجه دي علشان الكيكه بتاعتي ما تشربوش تمام، انما ما ينفعش ان احنا نحطه سايل، لازم يكون تقيل سنه بس كده تمام. شايفين هروح مفضياه كده اهو بالشكل ده، شايفين هو تقيل ازاي؟ هحاول اوضح لكم تمام. اقرب لكم بس الكاميرا اهو، ادي الجيلي بتاعي اهو. انا عندي قطع برتقال تمام، اهي مقشراها ومقطعاها قطع زي ما انت عايزه تزيني حطي، يعني مثلا عايزه تقطعيها كده بالنص مفيش مشكله، ونرصها كده اهو، ونرصها هنا كده بالشكل ده كده اهو، نقطع دي كده اهو شايفين، رصوها كده يعني بشكل عشوائي كده اهو، احاول اظبطه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هقطع البرتقال كله عندي قطع كده وارصه، وبعدين هنشوف هنعمل ايه المرحله اللي بعد كده. شايفين حبايبي، شايفين انا وزعته ازاي وحطيت في النص وحده برتقانه كده كبيره كشكل جمالي. هجيب الكيكه بتاعتي بقى وهقول بسم الله، وهروح منزلاها على طبقه الجيلي كده زي ما انتم شايفين اهو. هحاول اضغطها بس شويه اهو كده، بصوا اهي، هسيبها بقى كده واغطيها، وهسيبها لغايه ما الجيلي يجمد، نحطها في التلاجة لغايه ما الجيلي يجمد، وبعد كده بقى هنشوف الكيكه بتاعتنا شكلها عامل ازاي. حبيت بس عايزه بس اوريكم الكيكه الفستانيه الثانيه اهي، بصوا شايفينها واو. حتى لو قطعنا منها كده قطعه، نشوف القطعه دي بتاعتنا كده، نشوف الكيكه من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا حبايبي شايفين، شايفين قطعه الكيكه من جوه نفشه وطريه وجميله ازاي، بصوا تحفه. يعني لو عملتوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. احنا في انتظار بقى الكيكه الثانيه لما تخلص ان شاء الله، خليكم معايا هنشوف الشكل النهائي بتاعها. يلا حبايبي بعد ما سيبنا الكيكه بتاعتنا في التلاجة شويه، هنقول بسم الله ونقلبها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شايفين اهو بتنزل قدامنا اهي الجيلي، بصوا لو لقينا ان الجيلي بتاعنا لسه معظمه لسه منزلش، بجيب فوطة دافية عليها مية دافية كده واروح حطاها علشان الجيلي بتاعي كله ينزل زي ما هوريكم دلوقتي. يلا نقول بسم الله، شوف الكيكة بتاعتنا اللذيذة واو، شايفين الجمال؟ يعني مش قادرة هقول لكم على شكلها التحفة، واكيد طعمها احلى واحلى. نضف بس الطبق كده، شايفين الجمال؟ واو تحفة يا جماعة، وطريقة جديدة لتقديم كيكة البرتقال زي ما انتم شايفين كده. انا بس عايزة اقرب لكم الصورة،
بصوا شايفين، وادي الكيكة التانية اهي. دلوقتي احنا هنقطعها بقى ونشوف بقى الجمال والحلاوة بتاعت كيكة جيلي البرتقال بتاعتنا، ونزينها كده بشوية برتقال عشان تدينا شكل جمالي لذيذ. يلا بينا حبايبي نقطع الكيكة بتاعتنا ونقول بسم الله، ونشوف بقى الكيكة بتاعتنا من جوه الجمال والحلاوة بتاعت الكيكة. واو تحفة تحفة يا جماعة بصراحة، لو عملتوها بالطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها، وولادكم مش هيبطلوا يطلبوها. بصوا شايفين الجمال والحلاوة، وقولها لكم كده من الناحية التانية عشان تبقى باينة قدامكم. شايفين الهشاشة بتاعتها، شايفينها ما شاء الله، حتى لو هي واخدة جزء من الجيلي يعني بيديها نكهة وطعم خطير يا جماعة، تحفة بجد تحفة. هندوق مع بعض بقى ونشوف الجمال والحلاوة بتاعت الكيكة دي والكيكة التانية اللي هي السادة. يلا حبايبي نقول بسم الله وندوق الكيكة بتاعتنا. واو الجمال والحلاوة بالبرتقال. بجد يا جماعة تحفة 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 جدا. حتى التانية بصوا شايفينها هشة وجميلة ازاي. ولا اطعم من كده مع كوباية بقى شاي بلبن دي، ودي بقى كده بالليل في العشاء يعني هتقوم بالمطلوب. دي كيكة البرتقال النهاردة، ده جيلي البرتقال، دي كيكة جيلي البرتقال، ودي كيكة البرتقال السادة من مطبخ ام باسل. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم الجميل ايه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس وشير للفيديو عشان نوصل للناس كلها، واشوفكم على الف خير ان شاء الله في وصفه سهله وسريعه من مهجه مطبخ ام باسل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.